يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى منفرد صلاة جهرية فهل يجوز له أن يجهر بالقراءة؟ نعم، يستحب له أن يجهر في صلاة الليل، أن يجهر في صلاة الليل فريضة أو نافلة، فردا أو مع جماعة إذا كان إماما، أما المأموم فينصت لقراءة إمامه، لكن الفرد اللي يصلي فرد في الليل يجهر. نعم.